يعني في عند الترمذي جاء بإسناد صحيح، بإسناد صححه وكثير من أهل العلم، أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الله أكبر، هذا ميزان، ميزان حتى في العلاقات. لاحظ كيف الشريعة يعني تسلسلنا، قلنا العقيدة والعبادة والعلم والسلوك أيضا، السلوك حتى في قضية المحبة. يعني بعض الناس الآن إذا أحب شخص ها أوصله النجوم، وإذا أبغضه خسف به الأرض السابعة. هذا غلط، هذا ليس من منهج الشرعي. أحبب حبيبك هونا ما باعتدال، لا تتعمق، لا تبالغ. يعني بعض الناس عنده إذا أحب شخص زكاه تزكية تقول هذا من أهل الجنة، ثم إذا كرهه بموقف شيطنه والعياذ بالله. هذا اختلال في المنهج، اختلال في الفهم، اختلال في التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون قاعدة. هلك المتنطعون، المتعمقون، المتكلفون، المبالغون، المتشددون في غير مواضع التشديد، هؤلاء في خسارة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاعتدال والتوسط، إنه خير مسلوك.